حنشوف البازار الأول في مدينة سامراء، الأول من نوعه. تفاصيل أكثر بالتقرير اللي أعدلنا يا عبد الحميد السامرائي والتغطية لمصطفى السامرائي. كبيرون من قبل العوائل السامرائية في بازار سامراء الأول، الذي جمع عدد من أصحاب المحال التجارية وأصحاب الحرف اليدوية والمعارض الفنية التي لاقت استحسان الحاضرين. اليوم أنا كل السعيدة بمشاركتي بهذا البازار كنشاط أول المدينة سامراء اللي هي مدينتي ويعتز بها. الحمد لله والشكر لقيت أقبال كلش كبير على هذا البازار. لوحاتي هي تجسد الطبيعة، تجسد الحياة الإنسانية. أهم شيء أنه أنا أدخل الابتسامة على قلوب الناس وأحاول أخلي، يعني لأن إحنا كنا بحالة حرب، حالة تهجير، فحاولت أدخل البهجة القلب كل إنسان. لقيت إقبال كلش كبير الحمد لله. لوحاتي أيضا الحرف اليدوية اللي أشتغلها إقبال كلش كبير عليها. حضرنا هذا اليوم بازار سامراء الأول الذي أقيم من خلال مجموعة من أصحاب المحلات والحرف اليدوية التي تساهم، وهذا البازار هو يساهم في عملية الترويج لهذه المنتجات التي صنعت بأيادي سامرائية بحتة. نتمنى على القائمين على هذا المشروع الاستمرار والتواصل، لأنه يعتبر حلقة وصل بين المنتج والسوق. وأيضا لاحظنا أن هنالك فروقات في الأسعار عن المحلات التجارية، وهذا بادرة إيجابية. ومن خلال الزيارة التي حصلت هذا اليوم نحن وعوائلنا كنا مسرورين جدا للحضور لهذا البازار، ونتمنى على المنتجين في مدينة سامراء دعم هكذا بازارات، لأنها نقطة انطلاق حقيقية للتسويق والترويج لمنتجاتهم. هاي مبادرات حلوة سامراء نحتاجها إحنا، نحتاج أنه تلتم العوائل السامرائية يكون إلها متنفس هنا. ثاني شغلة عرض الأمور اليدوية خاصة الصناعات اليدوية هنا، حشجع خاصة الفئات البنات أنه تصنع وتبدع بهيك مواضيع، وخاصة أنا شفت اليوم اللوحات والفن، وهذا أفضل شيء يعني إحنا كنا نفتقده بسامراء. وإن شاء الله نتمنى بازارات قادمة يعني إن شاء الله. مشاركة كبيرة من قبل قسم تربية سامراء لطلبة مدرسة النهضة المسائية، الذين قاموا بصنع سيارة بجهود ذاتية وبأياد عراقية بحتة، لهو خير دليل على قدرات الشباب الذين يسعون لوضع بصمة لهم في بناء البلد. بمبادرة من إعدادية النهضة المسائية وبدعم من قسم تربية سامراء قيم هذا المعرض أو البازار على حدائق العلوي. الحقيقة كانت من ضمن المعروضات هناك مفاجأة، تصنيع سيارة محلية من قبل إعدادية النهضة، وهذه هي السيارة كانت النواة الأولى لتصنيع مستقبلي إن شاء الله. هناك شباب متمكنون لديهم الإمكانيات للتصنيع، وكشفنا عن هذه المفاجأة ليشاهد المواطن السامرائي ماذا يقدم هؤلاء الشباب. بالإضافة هذا التجمع وهذا السوق يعني هو المتنفس الأول كان للعوائل السامرائية للإطلاع على ما يجري في هذه المدينة بعد أن أنعم الله علينا بالأمن والأمان. فكرة البازار بازار سامراء الأول اليوم هي طرحها طلبة السادس الأدبي والعلمي في إعدادية النهضة المسائية، بديل عن اليوم الترفيهي اللي يكون داخل المدرسة. جمعت طلبة السادس العلمي والأدبي، فكل واحد قدم مقترح، فقدم الطالب محمد السعد مقترح أن يكون بازار باسم بازار سامراء الأول، نجمع به أصحاب الحرف والأعمال اليدوية، يقدمون معروضاتهم للمواطن السامرائي، وتكون هي فرحة للجميع وليس فقط مقتصرة على طلبة إعداديتنا. حقيقة فاجأنا الجميع بصنع سيارة جميلة تعمل بالمحرك، محرك واحد وبنزين.
صداحة طلبة السادس العلمي في إعدادية النهضة المسائية بجهود ذاتية استغرق العمل بها ما يقارب 6 أشهر. وقصيدة شعري.